ألقى القبض على الفنانة السعودية ريم عبد الله بسبب تهمة غسيل الأموال. إليكم الحقيقة الكاملة والتفاصيل، ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بأنه تم إلقاء القبض على الممثلة السعودية ريم عبد الله، وأشار ناشره إلى أنه تم توجيه تهمة غسيل الأموال إليها. وعلى أثر انتشار هذا الخبر انتشر وسم هاشتاج يحمل اسمها، وتفاعل معه الكثيرون من المتابعين الذين تساءلوا عن ظروف الاعتقال وعن صحة الخبر، فيما نفاه آخرون مشيرين إلى أنه من الخطأ زج اسم الفنانة المشهورة في مثل هذه القضايا. وبدورها أسرعت الفنانة إلى الرد من خلال ظهورها في مقطع مصور توجهت فيه إلى معجبيها بالمعايدة، تأكيدا على أن ما يشاع عن خبر اعتقالها غير صحيح ومجرد شائعة. وقالت: هلا حبايبي، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وشكرا لكل من سأل عني وأحبكم كثيرا، أنا بخير والله لا يحرمني من محبتكم. ويشار إلى أن الأضواء سلطت على الفنانة بسبب مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على المواقع، وظهرت فيه وهي تشرب العصير وتتحدث عن الانتقادات التي توجه إليها بين الحين والآخر، وإلى السخرية من ذوقها باعتبار ذو بدوي. وردت على هذا بالإشارة إلى احترامها الكبير للبدو وتقديرها لهم. وقبل هذا أحدثت ضجة بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تجلس في سيارة من أحدث طراز عام 2020، وعلقت وقالت: رقبتي عورتني، المهم واضحة، وأظهرت اسم العلامة التجارية لطراز السيارة الحديث، وهذا ما اعتبره الكثيرون استعراض. ولكن في النهاية الآن طمأنت الفنانة ريم عبد الله إن كل ما يتم تداوله بخبر يفيد القبض عليها أو اعتقالها بتهمة غسيل الأموال هو شائعة لا صحة لها. ريم عبد الله رفضت المشاركة في مسلسل مخرج 7 وقالت إن السبب إنه لم يعجبها القصة.